في كنيسة القديس بولس الرسول في منطقة جبيهة بالعاصمة عمان، ترأس سيادة المطران جمال دعيبس النائب البطريركي للاتين في الأردن قداساً إلهياً لرتبة التكريس على البتولية من أجل المسيح الأخت تريز عواد المصري، التي أعلنت نذور التكريس في مجموعة المكرسات. وشارك في القداس المطران سليم الصايغ النائب البطريركي في القدس وكاهن الرعية الأب سامر مدانات ومجموعة المكرسات وأعضاء اتحاد الجمعيات الرهبانية في المملكة وجمع من المؤمنين. وكان المطران الصايغ قد بارك أول المكرسات في الأردن منذ تسعينات القرن الماضي. اليوم أحلى فرحة بحياتي، أحلى يوم من الصبح، حاسة حالي كأنه إلي جنحان وبدي أطير. نشكر الله على هاي النعمة اللي وهبني إياها، نعمة التكريس، أنا الغير مستحقة، فبشكره من كل قلبي. بشكر أمي مريم العذراء اللي هي أولى المكرسات، فالحمد لله ونشكر الله. بشكر الحضور جميع، بشكركم ونعمة ربنا يسوع المسيح ترافق كل اللي حضروا يا ربي، وبصلي من أجل خلاص النفوس. آمين.